لا شك أن هناك صراع عربي إسرائيلي فلسطيني ما زال مستمرا. لا تريد إسرائيل بتشددها وسياستها المتعنتة إلا أن يستمر هذا الموقف الذي وصلت إليه الأوضاع الحالية من توقف مفاوضات السلام أو مسار السلام، والذي تنادي به العرب من خلال المبادرة العربية التي ترفضها إسرائيل، وأن إسرائيل وأن فلسطين تطالب بحل الدولتين، وكذلك يدعمها العرب وكذلك أوروبا وأمريكا. وسوريا نفس الشيء، تريد أن تستعيد الجولان وترفض ذلك أيضا إسرائيل. فعلى ماذا من الممكن أن تقاوم إسرائيل العرب والفلسطينيين إذا كانت ترفض وتعنت وتمسك بتشددها وعدم تنازلها عن استعادة الحقوق إلى أصحابها؟ فهذا بلا شك موقف يجد له ضغوط من أمريكا وأوروبا على إسرائيل من أجل أن تسير في مسار السلام وأن تعطي الحقوق إلى أصحابها، وحتى يسود السلام المنطقة، وبلا شك سوف يسود العالم ويحدث نوعا من الازدهار في المنطقة الذي تجذب رؤوس الأموال التي لا تستطيع أن تأتي، وهناك توترا أو هناك نوعا من النزاع أو الصراع. فيجب أن نأمل بمستقبل أفضل في المرحلة القادمة يسود فيها السلام بين جميع الأطراف المتصارعة.